الطيور هذه راه كثرات بزاف، ماشي غير في رمضان، من غير رمضان ولكن تبغي تهضر كتولي انت ما مزيان، انت كاع مرض وكتقول شي واحد اللي يعافاك تيخليك وكتقول واقع واحد اخر كيتقلق عليك ويلوح لك الكرسي. واش نقول لك؟ ما شاء الله الانسان يحاول يعتمد على نفسه، يجيب هو الكرسي ويحطو بلا ما يجي يجيب كري، بغى الكرسي يجي بكري وما كاينش اللي غادي يحل يدخل شي حاجه. الجامع فيها الاجر، الانسان يدخل بنيه صافيه يبرك بلاصه وحده ما يبقاش يتحول، ويبرك ويجوز القبله ويقرا ولا يسبح صافي. هذا هو اجر ديال الجامع. كاينه بزاف تيديروا العيالات كبار بزاف كيديروها، ولكن الله يهدي ما خلق، الله يهديهم الله يهدي ما خلق. اول حاجه راه الجامع هذاك ماشي حمام، وثانيا انسان بغى البلاصه يجي بكري، لانه الصلاه راه ماشي تسناتها تنعس وتفيق عادي يشد لك واحد بلاصه، راه ماك في ست ايام. الانسان فهمتي يجي بكري على حساب الصلاه، يقضي وقته، اذا كان كاع معطل يجي يتوضا ويدخل ديك الساعه بكري، اما باش يشد ليه واحد البلاصه راه ما جاش، راه غتنوض فيتنا ومضاربه، وش عامل واحد غادي يضارب، وش عامل واحد غيولي عاد مشاكل على والو. حقا كنعرف فلان هادي كيجي هو الجامع ديما، واخا يكون كيجي ديما فهمتي حيت كيستغلوا هاد الفرصه ديال راه كيجي ديما يصلي، واخا كيجي ديما راه خاصك تشوف في القلب اش فيه، هو كيجي ديما ولاني ما فيهش ذاك الفعيل ديال المصلي الحقيقي فهمتي، يعني كياخذ هذيك المصلي ديال زعما راه الجامع دايره هو بحال الدار فهمتي، بحال شي اوتيل ديما كيجي يشد البلاصه. وكاين واحد النوع عاوتاني الله يهديهم باللي انه كيشد البلاصه الا لقى شي واحد اخر كيصلي فيها كيحيدو حيت هو مولف ديك البلاصه. وهذا الشيء اش نقول لك، كاينين في الجامع بزاف هاد الدائره هادي الله يهديهم. حتى المساجد ولا فيها هادي بلاصتي هادي بلاصت خويا هادي، وكاين اللي كيجيب معاه الصلايات بزاف الا لاحظتي، بداو كيجيبوا الصلايات بزاف، هادي ديال اختي هادي ديال خويا هادي ديال عمي. اودي اتقوا الله، هادي بيوت الله، ولاش غادي الصلايات بزاف؟ اصلا المسجد فيه الزرابي، علاش غادي تدي الصلايه؟ علاش؟ لابد الانسان يتقى الله، هادي بيوت الله عز وجل، يعني البيوت الله عز وجل خصنا يعني خصنا نتقوا الله عز وجل، وخصنا يعني ليها حرمه. فوقيل لك يعلم البلاصه ديالو كل عام، هذه البلاصه ديالي كل عام ما تقربش ليها، ما ممنوع تقرب لهاد البلاصه هذه. فالانسان يتجاوز هاد يعني هاد الامور هذه، فبيوت الله عز وجل يعني بيوت المسلمين والمسلمات، فالانسان يتقى الله تبارك وتعالى، وبيوت الله خليوها متنزهه على هاد الامور هذه. فالله يجازيكم بخير، راه اللي جا خاصو يصلي، اللي جا يصلي في المسجد صافي، ما كاينش. وكاين هاد الامور حتى في القران، كاين مثلا اللي كيقول لك اودي هذا ولد صاحبي خاصني نحفظ القران، خاصني نوقف معاه، خاصك توقف مع كلشي، راه خيركم من تعلم القران وعلمه. فالانسان ماشي كلشي عاوتاني نديرو فيه الوجهيات ونديرو فيه كذا، الانسان يحاول يتقى هاد الامور هادي، وجزاكم الله خير. هاد القضيه خصهم يبقاو يديروها الناس، هادي كيديروها الناس بزاف، خصهم يبقاو يديروها. اللي سبق الاول هو اللي خصو يريح كما كان، كبير صغير، هادي اللي سبق الاول للجامع اللي بغى يشد البلاصه القدام خصو يجي في الاول. بزاف شحال من مره حضرت ليها، وكي خصها ما خصهاش تكون هاد القضيه هادي.